بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أبناء طلاب الوحدة الثانية، الدرس الرابع، ملاطفة صلى الله عليه وسلم للوفود وإكرامه لهم. تتنوع حاجات الوفود التي تفد إلى المدينة النبوية من بقاع شتى، فمنهم من قدموا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم وفود جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلن دخولها في الإسلام، ووفود جاءت لتأخذ من العلم والإيمان على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ووفود جاءت لتتعرف هذا الدين، ووفود سياسية جاءت لتحدد العلاقات بين دولة الإسلام ودولها وتكتب مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق. ومن الوفود من يأتي لمجرد زيارة، فما موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوفود، وكيف كان يتعامل معها، وما هديه صلى الله عليه وسلم في إكرام من وفد إليه؟ إذن الوفود هو مجموعة من الناس يأتون إما لطلب العلم أو لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو لأمور سياسية وفيها عهود ومواثيق. نرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الوفود التي تقدم إليه، فكان يستقبلهم ويرحب فيهم وحسن المعاملة، ويلاطفهم ويكرمهم. ومن المواقف في ذلك ملاطفتهم ومؤانستهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذه من بعض ملاطفات النبي صلى الله عليه وسلم إكرامهم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم نصف ما تنتجه خيبر ليطعم به وفوده وضيوفه. ومن إكرامه لهم أنه صلى الله عليه وسلم قد خصص بيتا لنزولهم وضيافتهم، وهي دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها. وأسكن بعض الوفود المسجد، خاصة من وفد إليه من الكفار، فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم. تقديمه الهدايا والجوائز لهم. وقد كان من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أنه كان من آخر ما أوصى به، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وأوصى عند موته: وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وقوله بنحو ما كنت أجيزهم أي بقريب منه، وكانت جائزة الواحد على عهده صلى الله عليه وسلم أوقية من فضة وهي 40 درهما. نشاط واحد: اكتب 5 عبارات تدل على الترحيب بالضيف. مرحبا بالضيف، اهلا وسهلا، تشرفنا بزيارتك، نحن سعداء بقدومك وبتشريفك. نشاط 2: ابين كيف يكون الكرم في الحالات الاتية: شخص لديه قطيع من الغنم وحل به ضيف، يذبح من الغنم ويقدمها للضيف. رجل لا يوجد عنده إلا شاه حلوب، يستفيد من حليبها في إطعام أولاده، يقدم بعضا من لبنها لضيفه. شخص قدم عليه ضيف وهو مشغول أو لديه موعد في الخارج، يعتذر عن الموعد ويجلس مع ضيفه. نشاط 3: أجمع أكبر عدد من الأفكار لتقديم خدمة أفضل لوفود وطني في الحج والعمرة لتحقيق أثر لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن
ضمن برامج رؤية المملكة 2030 وفقا لما درست. واحد، تقديم الطعام والشراب لهم. اثنين، مساعدة من يحتاج منهم المساعدة. ثلاثة، تقديم بعض الهدايا لهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.